هلا صرنا اكيد مع وعود آلاء بالجزء الثاني من حكي ميديا. آلاء قلتينا الارض انشقت وبلعت حدا. بلعت جورعد. بلعت جورعد، واضح انه ويارا كثير بتعزوا كثير. لا هي مو قصه بعزه، قصه الاسم لفت لي نظري بس. صحيح محمد، ويارا من الصبح السوشيال ميديا مشغوله بفيديو قيل انه للفنان والمكير يلي هو بلش حياته مثل ما بنعرف فيه كمكير للفنانات بعدين صار فنان. وقيل انه المسرح بلع جورعد هو عم يغني، وانتشر الفيديو كثير على فيسبوك او على تويتر فعلا بشكل فظيع، يعني صار حديث العالم. خلص تحمسينا ارجوك. طيب خلونا نشوف، خلص ما تحمس حدا. هلا صار السؤال، صار السؤال بعدين، هل هذا فعلا جورعد ولا غيره ولا ما نو جورعد؟ اه وسالت عن جد هو ما وينسو ما رجع طلع. ما بعرف، بيخلص الفيديو هون، حدا بيكون عم ينط وتنشق الارض وتبلعه حرفيا. هلا بعدين الشيء المنيح اكيد الحمد من السلامه لكل العالم سواء كان جورعد او لا، انه جورعد طلع بفيديو وقال انه هيدا مش انا. ايوه. وانه امه لما شافت الفيديو وشافت التعليقات وشافت الاشاعه يعني كثير تاثرت وتازمت، مش طبيعي يعني خافت على ابنها، وانه هو كان نايم فعم يفتح يعني الفيسبوك وتويتر بشوف حاله وقع تحت الارض، بس هو كان نايم الزلمه يعني مو هو. وهذا بخلينا نسال انه يعني كيف انه في ناس بيروجوا ممكن لاشاعات وكيف تنتشر هيك بهذا الشكل؟ هلا رح نشوف هالشيء بالتعليقات. ليش هو بالذات يعني؟ ليش هو بالذات وكيف بيتم الترويج وكل هاي القصص رح نشوفها بالتعليقات. والبدايه من جريده الاخبار يلي نشرت على تويتر، هل سرب جورعد فيديو سقوطه على خشبه المسرح ليحدث بلبله ويصبح حديث الناس والصحفيين؟ لانه هو له مراء وله عاده بهي القصص. رح اقرا اول سطرين. يسعى جورعد لاثاره الضجه على السوشيال ميديا بشكل دائم، تاره بينشر مقاطع له خلال احياء وحفلات، وتاره عم انه بيستثمر مناسبه سياسيه ليعبر عن ارائه بطريقه ساخره ومحببه بالنسبه للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. فهون البدايه بجريده الاخبار قالوا انه هو عمل او فبرك هي القصه كلها على بعضها لحتى يعني كل ما يحس في بعض النجوم بيعملوا هيك، كل ما يحسوا انه بطلوا يكونوا حديث العالم وحديث السوشيال ميديا بينشروا اشاعه معينه. يعني هلا مو كل شيء وارد، ولكن هو بالذات يعني يعتبر ظاهره اكثر ما هو فن، يعني هو ظاهره بمجتمعاتنا العربيه وشيء غريب كان هيك الشيء اللي بيطلع فيه. يعني اوقات مثلا بيفوت على الجامع بيصور حاله بالجامع بيغني اغاني دينيه فجاه، كثير شغلات عملها فعلا كانت هيك غريبه. صحيح، وعن طريقه حقق الشهره يعني اصلا. كمان بنشوف التعليق الثاني، لينا عم تقول فيديو سقوط جورعد يعود لدي جي برازيلي اسمه ويليام توفولي، وهيدي مش اول مره بتتروج اخبار كاذبه عبر الميديا، وحتى في ناس بعدها لهلا مفتكره انه جورعد يلي وقع، ويمكن رح تضل كل عمره مفتكره انه مصفف شعر النجمات هو يلي وقع. كمان بنشوف التغريدة يلي بعدها من فريدة عم تقول، عم ترد على حدا عم تقول له معك حق 100% بهيك مواقف لا يجوز الاستهزاء، وطلع مش جورعد. كمان هون كان في هجوم على العالم يلي يعني اخذت الموضوع بطريقة ساخرة وصاروا يضحكوا، هو يعني في شيء إنساني بالموضوع انه في حدا وقع وقعة خطيرة، ولكن بلا شعور ممكن الواحد يضحك. طبعا دائما الوعي بتضحك، ما بعرف ليش انا بس كون ماشي انا وقت على حالي، يعني كون ماشي مثلا الدعفر بشيء وصار بدي اوقع بصير اضحك يعني. لا هي الوعي بتضحك يعني ما حدا بيعرف شو السبب. ايه كله بيضحكوا وبيلتئم اللي بيوقع دوما من اللي بيلتئم عم يضحكوا حواليه. صحيح. رح ننتقل لموضوع ثاني، ورح نشوف فيديو لسائق عربه مترو مصري عم يعلم ابنه كيف يسوق المترو، ما له سئله ابدا. خلينا نشوف. ورجعوا يقولوا لنا المترو بيتقلب. طب ينفع ان شاء الله ايه يا باشا؟ يعني ايه تقول لي مش عارف ايه وتسوق عيل صغير ويقعد يمخمط فينا؟ ايوه انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه، مش هركب. كمل بقى كمل بقى كمل كمل كمل. انت بتهزر يا ابني؟ يا زريبه يا حبيبي،
هي زريبة دي يعني فيديو فعلا مزعج. هو يعني مش انه يعني صافين وهيك اعترفوا شيء، يعني المترو شغال يعني. هو السائق وقرر يعلم ابنه كيف يسوق وعم يدربه بالعالم، يعني عم يدربه بارواح البشر طبعا. طبعا شفنا كمان سمعنا قد ايه عم يصير في حوادث بمصر بانقلاب متروات ويعني قطارات، صحيح في استهتار فظيع. خلونا نقرا بعض التعليقات، ومثل ما دائما بقول لما يكون فيديو مصري بكون التعليقات مهضومه كثير. محمد شاهين عم يقول يعني بلاش تفرح الواد يا راجل كبر مخك. كمان بنشوف تعليق ثاني من عبد الله عم يقول لو السواق جاي يقول له ايوه عايز ايه، بس كويس انه بيصور، المفروض انه يجيب له الامن يعني. ايه عم يطلع عليه بالعالي ايه انه شو بدك. وفي عنا تعليق ثاني عم يقول بصي حبيبي لو المترو اتقلب بيك قول ده عيب فني او عيب من الركاب او المترو وحش وعاوز يروح الصيانة، فاهم يا قلبي بابا. عم يفترض انه السائق عم يعلم ابنه شو يقول يعني. يعني استهتاره الغريب انه يعني عادة بكل محطة بيكون في حدا الامن او السكيورتي او صح. يعني المفروض لما يشوف هيك شيء اكيد يمنعه ما يقبل يعني. اكيد بس يفترض او يبدو انه لحنا عم نحكي حسب ما تعرفنا عن المترو هون بتركيا عم نحكي بهي القواعد، يعني عم نحكي بالمثاليات. يمكن بيكونوا اخذين غفوه عم يتغدوا هدول. صحيح. محمد ويارا انا لهم بكون خلص الجزء الثاني من حكي ميديا. مشاهدينا رح نرجع نلتقى بكره، وبدي اتمنى لكم ليله سعيده. شكرا الاء، رح نروح هلا لفاصل وبعده بنكون مع وسيم.